فات ذا جرين فات لا ميوزيك. في البدايه حاجه مهمه جدا الناس تبقى عارفاها ان المهرجان ده كان موجود زمان، والمهرجان ده كان بيحتفل بالثقافه وبالفنون وبالموسيقى، واحنا مبسوطين جدا ان هو رجع تاني، ان دلوقتي المهرجان بيحاول ان هو يضم مواضيع مهمه جدا متعلقه بالبيئه والمناخ، انه يكون في نقاشات مختلفه متعلقه بالبيئه، ولكن في نفس الوقت بنحتفل بالثقافه والفنون والموسيقى بطرق مختلفه.